مشاهدي قناة شفت لي مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر اللي غادي نخليكم مع المقرئ عبد الصمد البريشي وكذلك الأستاذ مصطفى اللي غادي يعطيونا آيات بينات من الذكر الحكيم صدقة جارية في سبيل الطفل ريان وكذلك الدعاء لصالح الطفل ريان اللي غادي نستمعوا لهم. والله يشفيك صراحة اللهم يسر ولا تعسر. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. حسبك سي عبد الصمد حياك الله، شكرا على الآيات البينات التي قرأت في سبيل ريان وفي سبيل السلطات المحلية الذي سهروا على هذا الطفل، وكذلك بدورنا إن شاء الله الرحمن الرحيم سنختم كلام الله عز وجل بحضرة السي عبد الصمد إن شاء الله الرحمن الرحيم. قلوبنا مع السيد ريان، نسأل الله عز وجل أن يريه صورة الدنيا كما هي. اللهم يا ربي صبر عائلته على هذا الابتلاء، اللهم أحسن عاقبتنا في أمور الدنيا كلها عاجلها وآجلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم يا رب ارزق له زهرة الحياة الدنيا، اللهم نور يا رب العالمين حياته، اللهم نبيته نبتا حسنة يا رب العالمين. اللهم يا رب فك أسره يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا رب يسهل أمور الإخوان الذين سهروا على هذا يعني العمل الجدي اللي خدامين به وتابعناهم يعني بالصورة الباشرة إن شاء الله على يد الصحافة هم اللي حضروا بكثافة والسلطات المحلية ويعني كل ما يتعلق سواء بالدرك الملكي هم صاهرين
والمقاولين يعني حتى الناس قلوب المغاربة كاملين، سيرتو المغاربة بزاف وكعرب احنا قلوبنا معاه، نسأل الله عز وجل أن ينبته نباتا حسنا يا ربي تبارك وتعالى، ترجعوا إلى والديه صائنا يا ربي سليما غنيما يا رب العالمين. الله آمين يا رب العالمين. وندوز الكلمة إن شاء الله للسيد عبد الصمد يخدم لنا إن شاء الله. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ربي باسم آية فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن. يا ربي رد ريان إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن. يا ربي رد ريان إلينا كي تقر عيننا ولا نحزن. يا ربي أنت قلت وقولك الحق أدعوني أستجب لكم. اللهم ها نحن دعوناك اللهم فاستجب. يا من يجيب المضطر إذا دعاه. يا من يجيب المضطر إذا دعاه. يا من يجيب المضطر إذا دعاه. يا رب نحن مضطرين. يا رب نحن مضطرين. يا رب نحن مضطرين. يا رب لا قوة إلا قوتك. يا رب لا قوة فوق قوتك. يا رب لك جنود لا نعلمها. يا رب أرسلها. يا رب أرسلها. يا رب نحن نعمل عمل الخائف وأنت تعمل عمل المتيقن. يا رب نحن نرجوك. يا رب نحن نرجوك. يا رب نحن نرجوك. يا رب أنقذه. يا رب أنقذه. يا من أخرج يونس من بطن حوت. يا من أخرج يونس من بطن حوت. يا من أخرج يونس من بطن حوت. يا رب أخرجه من تلك الحفرة. يا رب أخرجه من تلك الحفرة ومن ضيقها إلى سعة الدنيا. يا رب أخرجه من ضيقها إلى سعة الدنيا. يا رب أعده إلينا كما تركته فينا حيا يرزق. يا رب كما تركته فينا حيا يرزق. يا رب نحن نراه ونعلم أن قدرتك التي تركته حيا إلى هذا الوقت. اللهم أخرجه إلينا. اللهم أخرجه إلينا. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. مشاهدي قناة شفت في كانت هذه كانت آيات بينات من الذكر الحكيم، وكذلك كانت دعاء اللي كنشوفوا الآن الآلاف ديال المتابعين اللي كيتابعونا الآن عبر البث المباشر، واللي حتى هما بدورهم كيدعيوا لصالح الطفل ريان اللي كنتمنوا أنه يخرج كيفما قال الأستاذ عبد الصمد أنه يخرج من ضيقة البئر إلى سعة الدنيا. فكنتمنوا الدعاء ديالهم يوصل إلى الله سبحانه وتعالى، الدعاء لكل المسلمين لكل اللي كيعرف قضية ريان من المحيط إلى الخارج، كل الخليج الكل يتابع قضية ريان بحماس. نتمنى أننا نسمع أخبار الخير عما قريب يا رب العالمين. إلى هنا مشاهدي قناة شوف تيفي نقول لكم دمتم بألف خير وإلى اللقاء.